عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. على بركة الله وتوفيقه مشاهدينا الكرام ننطلق مع الشوط الثاني للإخوان السودانيين، والشوط الأول اللي قاعدان الإخوان السودانيين، نتمنى التوفيق للجميع. الإخوان السودانيين منطلقين في هذا الشوط، والبداية الباسم لعبد المنان عبد الله السوداني ينطلق بالصدارة مع الباسم. المركز الثاني القادم مشاكل لعبد إبراهيم السوداني في ثاني الأسماء، وثالث الأسماء حملول محمد العيب السوداني في ثالث الأسماء، ورابع الأسماء شاهين لأبو بكر الصديق السند السوداني. هكذا هي النتيجة للأربع المراكز الأولى، ولكن البداية الباسم لعبد المنان عبد الله السوداني، ومشاكل لعبد إبراهيم السوداني، وهملول لمحمد العجب السوداني، والواصل شاهين لأبو بكر الصديق السوداني. يا سلام، معركة قوية، ولكن انطلق هملول محمد العجب السوداني، بدأ ينطلق مع هملول. الله يا هملول، الله يا هملول، هملول هملول محمد العجب السوداني ينطلق مع البداية. 500 متر متبقي على خط النهاية، وهملول مع البداية، هملول مع هذا الشكل الرائع والشكل الممتاز، هملول لمحمد العجب السوداني. سلام سلام العجب، سلام محمد، سلام، تهانينا والناموس لمحمد العجب السوداني على فوز هملول بهذا الشوط، شوط القعدان للإخوان السوداني. لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس هذا الشوط هملول لمحمد العجب السوداني. سلام هملول، سلام سلام سلالة هملول، تقادر بالفوز والناموس، تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين لأبو بكر صديق السوداني، والمركز الثالث ثالث الأسماء مشاكل عبد إبراهيم السوداني، تهانينا والناموس. والتوقيت 2:24 ثانية، تهانينا والناموس.